What gave it away? Can I give you my card? السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا رئيس بورصة بيل للألماس. نحن عضو في الاتحاد العالمي لبورصات الألماس. علاقتنا مع تجارة الألماس في بلجيكا ونيويورك والهند وكمان بعد الأعضاء في إسرائيل. يعني ترجع ل 2002 تقريبا 2002 2003 يوم قدمنا العضوية والعلاقة تطورت في مؤتمرات عالمية نستضيفهم وكذا. بخصوص السفرة صراحة أريح عن وصولي لأمريكا وبريطانيا، يعني رحبوا بنا وأحس بنفسي بعدني في عالم عربي يعني، ومثل ما تشوف جايب زي العربي الإماراتي يعني راحة يعني. والله عندنا أشغال وايدة يعني، لو تشوفون مركز بيل للسلع متعددة، تركز على تجارة الوقود، تجارة الألماس، الذهب والسلع والبقوليات. فاليوم في السفرة عندي تقريبا 4 أو 5 اجتماعات بس في تجارة البن، لاندور كوفي، ستراوس، رامي ليفي وشركات أخرى.